بحضراتكم مشاهدينا وحلقة جديدة من مؤشر النيل. النهاردة البورصة المصرية أغلقت في ختام تعاملات الأسبوع على ارتفاعات جماعية لجميع مؤشراتها، وزي ما تابعنا مع حضراتكم بالأمس كان أيضا هناك ارتفاعات لجميع المؤشرات. أيضا أحجام التداول تحسنت وإن كانت قليلة ولكنها تحسنت عن الأمس، أغلقت على حوالي 975 مليون جنيه. ولكن هنعرف النهاردة من ضيف اللي هيكون معايا في الاستوديو كل ما يتعلق بأداء البورصة اليوم. هنجد أن مؤشر البورصة الرئيسي EGF30 ارتفع بنسبة 26% مسجلا 13369.88 نقطة، وزاد مؤشر EGF70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 82% ليصل إلى 673.82 نقطة. وربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 67% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1546.45 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX20 محدد الأوزان بنسبة 53% ليسجل نحو 12113.8 نقطة. نتحول مشاهدينا إلى قائمة القطاعات الناشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 28.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.97%، ثم جاء قطاع العقارات بنسبة 11.51%. أما رابعا فقد حل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 8.56%. وعن فئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 65.92% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على نسبة 17.33% من التعاملات، في حين اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 16.74%. أما المستثمرون الأفراد فقد اتجهوا نحو البيع واستحوذوا على نسبة 41.41%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 58.58% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.97%، تلاه سهم الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.97%، ثم سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنحو 9.91%، ثم جاء سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 9.29%. نتحول إلى الأسهم الأكثر انخفاضا، فقد تصدرها سهم المهندس للتأمين بنسبة 6.81%، ثم سهم رامكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 5.4%، تلاه سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 3.64%. أما رابعا فقد جاء سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 3.44%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 700 مليار و800 مليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 975 مليون جنيه. مشاهدينا، للمزيد من التحليل حول أداء البورصة اليوم يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ أحمد ثابت خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. يعني هنتابع تقرير حول أداء البورصة اليوم ونعود مع حضرتك عشان نحلل هذا الأداء. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ونعود مع حضراتكم التحليل.
للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 700 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 975 مليون جنيه. في جلسة نهاية الأسبوع ابتدت أحجام وقيمة التداول ترجع لمعادلاتها الطبيعية، في نشاط ملحوظ للقطاعات زي قطاع الكيماويات اللي أثر بالإيجاب على أداء المؤشر الرئيسي، في تباين في أداء المتعاملين المصريين والأجانب في جلسة النهاردة، ولكن مالت المصريين ناحية البيع والأجانب ناحية الشراء، العرب عاملين فروق مبيعات، هم طبعا كل مؤشر بيوصل نقاط 13700 نقطة بيبتدوا إن هم يصفوا جزء من محافظهم، النهاردة بنتكلم في 13370 نقطة، وهي نقطة تعتبر جيدة ممكن ينطلق منها المؤشر ارتفاع مرة أخرى في جلسات الأسبوع القادم. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية GX30 ارتفع بنسبة بلغت 28% ليبلغ مستوى 13372 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة GX70 بنسبة بلغت 82%، وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر GX100 الأوسع نطاقا ليسجل ارتفاعا بلغت نسبته 67%. احنا شفنا ان المؤشر 30 انهى على بحوالي 0.28% ارتفاعا ليستقر فوق نقطة 13372، وده بدافع من شراء الاجانب والمؤسسات، الا ان العرب والافراد والمصريين هم اللي كانوا متجهين للبيع في جلسة النهاردة باحجام تداول تعتبر احجام تداول فوق المتوسط أو قرابة المليار. دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أكد على دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن البورصة عكست بشكل جيد كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث أن أرقام التداولات وأداء السوق ترجم هذا التفاعل، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب التي تحولت تعاملاتهم لصافي شراء بوتيرة كانت الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، وجد ترحيبي بضيفي الاستوديو الاستاذ احمد ثابت. استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني البورصه النهارده ختمت تعاملات نهايه الاسبوع على ارتفاعات، واذا كنا مش ما فيش رضا داخل البورصه على هذه الارتفاعات او حجم التداولات، كان النهارده حجم التداولات لم يتخطى المليار او يصل حتى الى المليار. ريك تقييمك لاداء السوق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس عايزين نقول ان الارتفاعات اللي حصلت دي النهارده مجرد الارتداد من مستويات الدعم بعد تقريبا يعني سلسله انخفاضات ومنطقه عرضيه حصلت من تحت، بعد كانت المؤشر وصل لمستويات 13700 نقطه من فتره، وكان طبيعي ان هو بعد موف كبيره او حركه كبيره حصلت من مستويات ال 12600 لل 13700 كان يحصل عمليات جني ارباح بشكل او باخر. نعم. مستويات ال 13250 ل 13300 كانت مستويات سبورت او مستويات دعم، احنا كنا شايفين ان المؤشر هيوصل لعندها، هيحاول يسترد عافيته بشكل او باخر، كان متوقع ظهور قوة شرائية، وإن كانت ما كانتش بشكل مرضي بشكل كبير لأن هي ما استحوذتش على أغلبية أسهم السوق أو أغلبية قطاعات السوق، بس يعني بعد سلسلة انخفاضات كون إن هو يحصل ارتداد حتى لو بأحجام تداولات لسه ما تخطتش المليار، إلا إن هو بتبقى حاجة إيجابية لفترة من الوقت لحد ما تستريد عافية أكبر إن شاء الله على الفترات الجاية. طيب عودة الأجانب مرة أخرى لاتجاه الشراء على الرغم من اليومين اللي فاتوا كان اليوم اتجاه بيعي، ريك يعني تحليلك لهذا الأداء؟ هو اول حاجه احنا مش عايزين ننسى ان المؤشر الرئيسي ما زال في الاتجاه الصاعد بتاعه، يعني دي حاجه مفروغ منها تماما. ما زال السوق بتاعنا في فرص استثماريه خصوصا في الاسهم القياديه والاسهم ذات الوزن النسبي الكبير، ان احنا شايفين ان هي ان شاء الله هتكمل اتجاه السوق الصاعد الفتره الجايه. القصه كلها ان احنا يعني المؤشر مجرد ان هو بياخد فتره بريك لفتره من الوقت، الاجانب بيشوفوا فرص استثماريه حتى جوه سواء السندات او زون الخزانه، فحاجه مضمونه شويه لحد ما يوصل المؤشر لمستويات سعريه كويسه يبدا يضخ فلوس ثاني في اسواق الاسهم. احنا ما زلنا شايفين ان شاء الله ان المؤشر الرئيسي هيقدر يسمك فوق ال 13250 13300 لاعاده اختبار مستوى 13700. ايوه بالظبط. بيستهدف ايه في الفتره الجايه؟ اكيد طبعا ان شاء الله بما ان احنا لسه في الاتجاه الصعب بتاعنا هنستهدف مستويات المقاومه اللي احنا
كانت رقم جديد وسكور جديد حصل تاريخي. الفترة اللي فاتت عند مستوى 13700 احنا شايفين السايدواي موفمنت او اللي هي الحركة العرضية اللي حصلت الفترة اللي فاتت على مدار شهرين او ثلاث شهور في المؤشر الرئيسي قاربت على الانتهاء تماما. هنستهدف مستوى 13700 متوقعين اختراقها ان شاء الله على فترات قدام. ممكن يكون يعوقنا بعض التقدم عند مستويات ال 14100 وال 14200 بس ده برضو مش هيمنع التقدم على الايه على المدى الطويل ان شاء الله. طيب واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض دلوقتي المفروض في اجتماع للجنه السياسات في البنك المركزي عشان تقرر اذا كانت هتثبت اسعار الفائده ولا هتضيف. حضرتك شايف القرار ايا كان اللي هيخرج به البنك المركزي كيف سيؤثر على السوق خاصه لو اتجه اكثر لقرار زياده الفائده مره تانية؟ طيب هو لو احنا يعني هو احنا متوقعين اكتر تثبيت الفائده بس تعالى نتكلم في اللي هو يعني طب لا لو في حاله تثبيت الفائده ده هيأثر يعني هيكون لأي تأثير على يعني البرصة. اعتقد ان كل سواء تثبيت الفائده او رفعها هو كده كده السوق يعني رغم ان هو في الاتجاه الصعب بتاعه ولحد دلوقتي شايفين فيه مستهدفات صعوديه على المدى المتوسط والطويل الا ان هو بيفتقد لكثير من السيوله داخل اغلب قطاعات السوق جوه السوق. يعني احنا مثلا مش شايفين الاتجاه الصاعد موجود في السوق في اكتر من 20% من الورق وممكن اقل. فده سحب سيوله كتيره جدا اتجهت ل أوعية ادخارية مختلفة مضمونة شوية بالنسبة للمستثمرين او لصناديق الاستثمار الكبيره او حتى لصناديق المستثمرين الافراد. فعشان كده حصل سحب سيوله كتير خصوصا من مؤشر الاي جي اكس 70 اللي هو حتى هو بيرتفع الفتره اللي فاتت بتاع المضاربات اكتر تمام حتى هو بيرتفع الفتره اللي فاتت فهو بيرتفع بطريقه شايفين ان هو مش مؤثره على اغلبيه على 80% تقريبا من الاسهم اللي جوه المؤشر. لو حصل لا قدر الله وما اعتقدش ان الموضوع ده ممكن يحصل ان هو رفع سعر الفايده خصوصا ان هو كان رفع لسه من فتره قريبه اكيد هيحصل شويه تاثير على المدى القصير في المؤشر الرئيسي بس طبعا مش هيعيق في الاخر ان المنطقه التجميعيه ممكن تحصل فوق مستويات ال 13200 13300 ممكن يحصل يعني زي يعني ذعر بسيط لمده يوم او اي حاجه. انما لو حصل عمليه تثبيت اعتقد ان ده هيدفع المستثمرين اكتر لان هو يعني محتاجين شويه ثقه ان هو المؤشر خلاص يعني عايز يسترد عزمه وعايز ياخد القوه بتاعته خصوصا ان في مؤشرات كتيره جدا في الاسهم القياديه بتقول ان هو لسه في استكمال اتجاه الفتره الجايه فاعتقد ان هو هيتسارع شويه في الصعود. طيب بعيدا عن السوق مصلحه الاقتصاد في المرحله الحاليه ان البنك المركزي يثبت ولا يزود؟ احنا بنعلى في الفايده بقى لنا فتره كبيره جدا ولازم هي المشكله ان يعني هو تحديد الفايده دايما ان هو تزويد الفايده لمجرد مكافحه التضخم. احنا التضخم اللي عندنا ما هو دايره يعني هو التضخم اللي عندنا للاسف مش تضخم ناتج من زياده الانتاج لا وزياده اسعار ناتج من زياده الاسعار. احنا بنسى تضخم ركودي يعني للاسف الاقتصاد دخل في شويه من مرحله الانكماش خلت الاسعار ترتفع بسبب قله الانتاج او قله السلع اللي موجوده في ده مش ناتج من زياده القوه الشرائيه او من زياده الدخل زي ما بيقول فهو ده يعني اعتقد ان مهما رفعت عالية الفائده سواء في الحاليه او حتى بعدها بشويه زود واحد او اثنين او حتى 10% مش هيكبح التضخم الموجود لان التضخم الموجود ناتج من حاجه تانيه خالص. ما نتوقعش ارتفاع الفايده الفتره دي يعني بنسبه 80% هو مش هيرفع الفايده لان كان لسه في رفع قريب ما كانش ليه تاثير جامد على مستوى التضخم الموجود فاعتقد البنك المركزي ممكن يغير سياساته الفتره الجايه. طب هو احنا ليه ما بنحطش الاحتماليه الثالثه تخفيض الفايده؟ تخفيض الفايده ما يعني اعتقد ان دي نسبه يعني قليله جدا انها ممكن تحصل خصوصا بعد رفع 200 نقطه الفتره اللي فاتت بس لو حصل او رجوع عنهم على الاقل يعني نرجع لما قبل ال 200 نقطه يعني جايز والله اعلم بس ما اعتقدش يعني ده احتمال ما يزيدش 10% يعني انا لسه رافع من فتره 200 نقطه اللي هيخليني انزل دلوقتي تاني والله لو قرار الرجوع عنه في مصلحه الاقتصاد وهيصب لو كان قوبل باعتراض ولقينا ليه اثار سلبيه كثيره على الاقتصاد ايه المانع ان يتم التراجع عنه؟ اعتقد ان هو احنا يعني المشكله دلوقتي ان الدوله ماشيه في اتجاه واعتقد ان الماليه واسيه في اتجاهات يعني هم يعني في بعض المسؤولين جوه الدوله شايفين ان هم معدل الفايده المرتفع دوت خطر على الاقتصاد خصوصا ان هو احنا بندور على استثمارات اكتر الفتره الجايه ودي كلها اجراءات انكماشيه. لو حصل وانخفض الفايده حتى 100 نقطه اساس اعتقد ان ده ممكن يدفع اسواق المال لاتجاه تاني خالص لاسواق لاتجاهات ايجابيه ايجابيه. طيب هم مش على علم بالكلام اللي حضرتك بتقوله؟
على علم طبعا، وبعدين حتى يعني ممكن يبدا يدي ثقه كمان للمستثمر سواء اللي موجود في اسواق المال او حتى المستثمر اللي عايز يدخل يستثمر في البلد بشكل تاني بعيد عن اسواق المال، هيدي ثقه ان الدوله بدات تتجه اتجاه تاني نحو الاستثمار مش نحو الانكماش. وممكن يكون ده شيء مؤجل بالنسبه للسياسه الماليه اللي عندنا، بس لو حصل وده ما اعرفش انا برضو ما زلت شايف ان هو احتمال ما يزيدش عن 10%، هيكون فعلا نقلة يعني تغيير تاني خالص في التفكير السياسة المالية. تغيير إيجابي. تغيير إيجابي جدا. وجهة نظر حضرتك. تمام. طيب النهاردة وزير الكهرباء خرج علينا بتصريحات للتعريفة الجديدة أو الزيادات الجديدة لأسعار استخدام الكهرباء في 2017-2018. عايز أعرف من هيك هذه القرارات وهذه الزيادات تأثيرها خاصة على شركات الكهرباء وبناء وتشييد الموجودة داخل البورصة المصرية. هي دي بترفع بس مجرد الكوست بتاعتها الانتاجيه، بس هي في الاخر في الاول وفي الاخر هي بتحملها على المستهلك بشكل او باخر، فهي تاثيرها تقريبا بيبقى محدود في الموازنات الماليه بتاعتها، ما بتاثرش بشكل كبير جدا في موازناتها لانها في الاخر بتحملها على المستهلك. فيعني اي حاجه في الاول وفي الاخر بتزيد في لا الكوست. انا اقصد يعني هل ده هيعمل رواج عدم رواج للشركات الكهرباء العامله داخل او المقيده داخل البورصه؟ هو في هو انت قصدك حضرتك الشركات المعتمده على الطاقه في شركات البناء والقطاع، يعني احنا عندنا قطاع البناء والتشييد وبرضه شركات يعني ما اعتقدش ما فيش اي تاثير ممكن يحصل ليها اي تاثير. لا. كتحصيل زياده او ارقام؟ لا ما فيش اي تاثير. طيب من ضمن الاخبار اللي المركزي اعلن عنها الفتره اللي فاتت انه يوم الثلاثاء اللي فات دخلوا اكبر احتياطي اجنبي في من 4 سنين تقريبا، هيك شايف ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي كيف سينعكس على مش السوق ولكن على الوضع الاقتصادي بصفه عامه؟ حتى هذه اللحظه الاحتياطي بتاعنا يعني مش كله طبعا يعني احتياطي، يعني هو في منه كبير او مبني على الديون، يمكن يكون حتى الفترة اللي فاتت بنسبة كبيرة جدا الأجانب كتير قوي شايفين الفرصة الاستثمارية للادخار مش استثمارية، ممكن نقول اللي هو نسبة الفائدة المرتفعة عندنا خلت في ضخ يعني عملات أخرى جاية من بره بسبب الفائدة المرتفعة عندنا، في زيادة طلب على الجنيه حصل الفترة اللي فاتت، بس حتى بنسبة بسيطة لمجرد الفائدة المرتفعة شايفين ذات الاحتياطي يعني هي بتاخد خطوات حتى لو متباطئة شوية بس بتبقى مش يعني بشكل مش بطال. طيب احنا كنا سمعنا امبارح عن نجاح المشاركة ما بين سي اي كابيتال وبنك دبي بنك الامارات دبي عن ان هو يكون يعني استشاري لشركة انبي والطرح اللي هيتم من شركة انبي، هيك شايف الطرح هذه الشركات الحكومية ضمان نجاحها في السوق وانها تقدر ترتفع بالسوق في الفتره القادمه؟ هو من يعني في حاجه حلوه بتحصل في طرح الشركات الحكوميه في البورصه، ان الاول مره الشركات الناجحه هي اللي بتطرح. يعني كانت فتره من الفترات كان في شركات في 2006 و2008 هو اخر طرح حكومي كان ايه؟ كنا مصريه اتصالات؟ لا كان في موبكو يعتبر لا موبكو ده كان اعاده طرح ماشي، بس هو برضه يعتبر ان هو يعني الضخ في البورصه، انما هو يعني الفترات الجايه الاطروحات الحكوميه اللي احنا مستنيينها اعتقد ان هي هتبقى ناجحه بشكل كبير، في من ضمنها بعض الشركات يعني او بعض البنوك هم برضه عايزين يطرحوا بعض البنوك ممكن تكون بنك لسه القاهره بنك القاهره ممكن يكون ماليا لسه محتاج شويه إعادة هيكلة، إنما شركة إنبي أعتقد أنها هيحصل رواج جامد جدا وهتضخ فلوس جديدة من بره مصر للدخول في الاكتتاب ده، احنا متوقعين الاكتتاب ده هينجح بشكل كبير. متوقعين انه هينجح، يعني المفترض ان المصريين هيبقى فيه تهافت من المصريين حتى لو مش مصريين، ممكن تلاقيها من عرب واجانب ال- 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 يعني اكتتاب شركه ضخمه زي شركه انبي في البورصه اعتقد ان هو هينشط سوق المال بشكل كبير. طيب هي المفترض لما الشركه هتدخل تحت مؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه 70 ولا ال 30؟ ما بتبداش طبعا بال 30 ده للشوط الثانيه خالص. هي بتبدا عادي في المؤشر جيكس 100 بشكل عام، جوه قصدي جوه يعني بتاخد شكل تاني بعيد عن المؤشرات بشكل عام، وبعد كده اهوت مع الوقت بتدخل مؤشر جيكس 170 و30. يعني لازم تتوقف على مدى نجاحها وبعد كده تنسب لاي مؤشر. طب حضرتك شايف ادائك يعني او تقييمك لاداء المؤشر السبعيني
في الفتره الاخيره مقارنه مع، يعني احنا شايفين لعب الكراسي الموسيقيه ما بين المؤشرين في الفتره الاخيره ما بين الارتفاع والانخفاض، وهل انتقال في انتقال للسيوله من المؤشر الرئيسي للمؤشر السبعيني؟ حصل الفتره اللي فاتت ان المؤشر الرئيسي تقريبا كان بياخد منطقه جني ارباح من مستويات 13700 13300 اللي حصل الفتره اللي فاتت، والمؤشر السبعيني عكس تماما وطلع من مستويات 600 610 لحد 600 تقريبا 72 او 73 النهارده مش فاكر بالظبط. صحيح الارتفاع اللي حصل في المؤشر السبعيني ده كان يعني ما كانش مؤثر بشكل كبير جدا على كل الاسهم الموجوده في المؤشر السبعيني، بس احنا متوقعين ان السيوله تبدا ممكن تنتقل تاني للمؤشر القيادي المؤشر الرئيسي، خصوصا احنا شايفين مؤشرات ايجابيه كتيره جدا بتحصل على الاسهم القياديه جوه البورصه. طيب احنا برضو شايفين ان المؤسسات الاجنبيه او المؤسسات بصفه عامه بتبقى ليها ميول للشراء والافراد النهارده كانوا بايعين، تقييمك لسلوك الطرفين؟ هو برضو عايزين نتكلم ان هو الاسهم اللي موجوده للافراد المصريين، يعني اغلب ممكن 60 او 70% من الافراد بيضربوا في الاسهم المضاربيه، فممكن يكون بيحصل عمليه تخرج بشكل او لاخر جوه الاسهم المضاربيه. المؤسسات لسه ما زالت يعني الشغل بتاعها كله موجود في الاسهم القياديه، مؤشر موجوده في الاسهم الموجوده جوه المؤشر الرئيسي جيكس 30، شايفين ان دي كانت فرص استثماريه النهارده، شفنا يعني قوه شرائيه كبيره جدا او مش كبيره يعني معقوله بشكل كبير جدا في الاسهم القياديه، اعتقد ان ده يعني كان شراء مؤسسات يعني حتى لو بشكل متباين ممكن يزيد ان شاء الله الفتره الجايه الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب قطاع الخدمات باستثناء البنوك طبعا كان هو المتصدر اليوم، يمكن في اغلب الايام بيكون هو المتصدر، ليه تقييمك لهذا القطاع؟ هو في قطاعين الفتره الجايه نعتقد ان هم هيبقوا متسيطرين، اللي هو قطاع الخدمات الماليه باستثناء الملوك وقطاع العقارات قطاع الاسكان، متوقعين الفتره الجايه يكون فيهم نشاط ملحوظ اكتر من القطاعات الثانيه، ممكن يكون بسبب ان قطاع الخدمات الماليه اولا طبعا مش عايزين يعني ننسى ان هو في قائد ليه، القائد ده النهارده للقطاع ده كان يعني ارتفع بنسبه كويسه، حجم التداول عليه كان كويس، ممكن يكون هو اللي ادى النشاط للقطاع بشكل او باخر جوه القطاع نفسه. قطاع الاسكان ممكن النهارده لسه ما حصلش فيه الرواج اللي احنا مستنينه، بس شايفين ان هو الفتره الجايه ممكن هيبقى فيه رواج برضو زي قطاع الخدمات الماليه، ممكن يكون ده بنسبه كبيره لان هو متوقع عمليه تثبيت الفائده طبعا دايما، يعني لو هو متوقع كده هو فقطاع الخدمات الماليه من اهم القطاعات اللي بتطلع بتكون من اهم القطاعات اللي هي بتطلع بعد يعني بعد لو حصل تثبيت الفائده او خفض للفائده، وده طبعا مش هيحصل. اول قطاع دايما يعني هو دايما البنك المركزي بيفاجئنا، يعني هو لو حصل يعني ما انا بقول لحضرتك هو البنك المركزي دايما ليه مفاجآت مفاجآته جميله بالظبط. طيب في ظل بقى حاله التفاؤل لوضع السوق، حضرتك تتوقع ايه اللي في الفتره القادمه للسوق يعني مع بدايه الاسبوع القادم؟ هو ان شاء الله على المدى القصير على خلال الاسبوع القادم متوقع ان المؤشر يثبت فوق مستويات ال 13250 13300 واللي هو تقريبا يعني دعم نفسه فوق 13300 جلسه النهارده امبارح، شايفين ان هو هياخد يعني ان شاء الله اب ترند كده اهوت صغير لحد مستويات 13700، ممكن يحصل عمليات جني ارباح بسيطه هناك يعني 100 او 200 نقطه، متوقعين الاسبوع الجاي ان شاء الله يقفل على ارتفاع كويس. حصل واخترقنا وحصل يعني اي خبر ايجابي خاص بال 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 بالفائده في البنك المركزي متوقعين اختراق مستويات 13700، هنلاقي بعض القوى البائعه عند ال 14 14100، اعتقد ان السوق الاسبوع الجاي ممكن يقفل في المستويات اللي هي ما بين 13800 وال 14000 هيتخطى ان شاء الله حاجز ال 700. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ثابت خبير اسواق المال على هذا التحليل لهذه الحلقه، اشكرك شكرا جزيلا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، الأسبوع القادم بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد، أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.